هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. لا شك أن العلم هو غذاء الروح والعقل، وهو اليد التي تمسك بصاحبها لتخرجه من الظلمات إلى النور. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم العلم ونتقنه، وأمرنا بأن نطلب العلم ولو في الصين. لا شك أن نهضة الأمم تكون بالعلم والمعرفة. لا شك أيضا أن الذي يتخلف في العلم يرجع بالدولة إلى الوراء. البحث العلمي، الدولة النهاردة بتهتم بالبحث العلمي وبتهتم بتطوير منظومة التعليم بأكملها. كذلك أيضا بنجد مؤسسات يعني مدنية بترعى العلم وترعى البحث العلمي. النهاردة معانا مؤسسة كبيرة وهي مؤسسة كابستون. دعونا أولا نرحب بضيوفنا الكرام، الدكتورة آيات أحمد، محاضر بحث علمي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفنا بحضرتك. الأستاذ محمد مدحت، رئيس اللجنة الأكاديمية بمشروع كابستون. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ محمد عزام، نائب مدير المشروع كابستون. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك، شرفنا بحضرتك معنا. طبعا بنرحب بالدكتور إيمان سلام، دايما منور البرنامج. تسلم يا مروان، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترند الحلقات في الشهور اللي فاتت كان معظمها طبي، بنحاول نسلط الضوء على الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال، إزاي نتعامل معاها، إزاي نحاول نشخص صح حتى لو إحنا في البيت. ترند سريع كده وحاجة كده، وبعد كده في حتة كده كانت طالعة دايما بنعمل فيها نوع من إيه، بناخد النفس، اللي هي الحلقات الخاصة بالصحة النفسية للأطفال. ده أكيد. الأسبوع اللي فات كان يعني علقة شوية، فيروس كورونا وإزاي الوقاية منه وإزاي أتحرك وأتحرك إمتى. النهاردة هنرجع شوية للصحة، بس مش النفسية، السلامة العقلية للطفل. الصحة العقلية أو الصحة العقلية للطفل. تمام. إحنا أمة اقرأ. إحنا أمة اقرأ التي لا تقرأ، للأسف دي الحقيقة النهاردة. لكن لو حبينا نقول ان الحلقه النهارده طالعه عشان تنور طريق نقدر نعمل بيه او نحقق بيه كلمه اقرا، يبقى نقدر نقول ان احنا النهارده تعتبر الخطوه الاولى في طريق اي اب وام عشان يحط ابنه عليها. في جمعيه انقاذ حياه الطفل زي ما بنهتم بالصحه البدنيه والسلامه البدنيه وبنهتم بالصحه النفسيه، بنهتم بعقل الطفل. عندنا حاجة اسمها كفالات تعليمية للناس اللي في ثانوية عامة، بنحاول نمشي معاهم وبنعمل لهم نوع من الدعم، وعندي ولاد دخلوا هندسة. النهاردة الحلقة مختلفة جدا، لأن فيها مشروع علمي حقق إنجاز فعلي على الأرض، له قيادة واعية،
قادرة تحتوي الشباب، قادرة توجههم، قادرة تقسمهم لمجموعات عمل هادفة وناجحة، قادرة تخلي من الطفل ريسيرشر أو باحث علمي يقدر يدخل على جوجل ويقدر يوصل ويختار فكرة ويشتغل عليها. أطفال وتلاقيهم بيعملوا بحث علمي، فوقيهم مش حد كبير ولا رانك كبير ولا أستاذ، لا فوقيهم برضو شباب لسه طلبة في كليات، وهم اللي بيشرفوا بيقوموا بالإشراف على مجموعات العمل اللي من خلال الأطفال. الجزء الأولاني من الحلقة هيبقى معنا الشباب، الجزء الثاني من الحلقة لو الحلقة كفت هيبقى معنا الأطفال دول، لو الحلقة ما كفتش فبستأذنهم هم على الهوا كده بفاجئهم إن ممكن الحلقة اللي بعد الجاية يبقوا معنا. تشرفت بيكم. أهلا وسهلا. وفخورة بيكم، فخورة بيكي دكتورة آيات، أنتي مثل يحتذى بيه في القيادة والقدوة، لأن إحنا بنفتقد القدوة. فخورة بالشباب اللي قدروا يحققوا فعلا إنجاز على الأرض، وبقى عندهم بريزنتيشن سكيلز، وبقى عندهم أهداف قدروا يحققوها، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع للست دي. هو مش الدرجة دي بس. فأعطي كل ذي حق حق. تمام. الله المستعان. الله المستعان. نبدأ مع بعض إن شاء الله. كابستون. أيوه، فكرة كابستون أو ما معنى؟ ما معنى نشوف الأول كابستون؟ بداية كابستون هو عمل مشترك مش عمل فردي، هو أنا صاحبة الفكرة، بالتعاون بين المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا. المراكز الاستكشافية تابعة لديوان الوزارة في القاهرة، عبارة عن 54 مركز على مستوى مصر بالكامل. المراكز دي بتهدف لتنمية الوعي العلمي وعمل ورش عمل علمية للأطفال وتنمية طريقة التفكير. المراكز الاستكشافية في فرع اسكندرية اسمه فرع القصر. المركز عندنا عمل بروتوكول مع جامعة اسكندرية ومع هيئات أخرى، بحيث أن يتم التعاون في إطار استغلال المدرجات والتعامل مع طلبة الجامعة، بحيث أن هم ينضموا معنا إلى فريق كابستون. كلمة كابستون ككلمة معناها حجر التتويج، أو لما بيتعمل مبنى حلو قوي ويتم انشائه والنهايه منه، فبيحطوا حجر التتويج النهائي اللي هو بيبقى على القمه. لكن ككلمه كابستون في اطار مهارات البحث العلمي، مقصود بها المشروع العلمي اللي بيتم انجازه بعد فتره من تدريب الطلبه على موضوع علمي ومهارات البحث العلمي. يبقى انا من البدايه بهدف للقمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتوره ايات، يعني حضرتك تكلمتي عن يعني معنى كلمه كابستون، طيب فكرة المشروع جات لك ازاي؟ محدش يقدر ينكر ان يوم 11/2 كان منا 100 مليون. 11/2 اللي فات. 11/2 اللي فات وصلنا 100 مليون. 100 مليون مصري. 100 مليون مصري. 100 مليون نفر. البنت اسمها ياسمين هي اللي وصلت ل 100 مليون فرد مصري. طبعا القوة البشرية الرهيبة دي لابد من الاستثمار فيها، فاحنا اكثر ما يميز الشعب المصري عقله والاستثمار في عقله. وعندنا ثروة لو تم استغلالها بشكل سليم بمنهجية علمية، أعتقد أن احنا ممكن نبقى متطورين جدا. بس نزرع في الولاد إزاي نفكر، إزاي نتعلم، التعلم المستمر، استخدام المهارات المختلفة والإمكانيات المتاحة. مش لازم إمكانيات تبقى عالية، وده اللي احنا بنستخدمه في كابستون، إنه مش لازم يبقى عندنا إمكانيات كبيرة، لا ممكن يكون عندنا إمكانيات بسيطة. وكل ما كانت الفكرة إمكانياتها أقل، كل ما زادت الفكرة تميزاً. تمام. وهو ده اللي احنا بنحاول، الفكرة اللي بنحطها زي البحث العلمي، زي المهارات العلمية. كل ما تكون الأبحاث العلمية تكلفتها قليلة وقابلة للتطبيق، كل ما كانت أكثر تميزاً. تمام. طيب أستاذ محمد مدحت، بما أنك رئيس اللجنة الأكاديمية للمشروع، وده يعني وبما أنك كادر من كوادر الشباب بسم الله ما شاء الله، يعني أهم ما يميز مشروع كابستون الشباب، انا عايز افهم وجهه نظر حضرتك في المشروع. طيب مبدئيا هي كانت الفكره من ان انا ادخل في مشروع زي دوت. انا من وانا صغير تقريبا كنت بكره حاجه اسمها علوم، لحد ما جت من وانت طفل في من وانا طفل كنت بكره. تمام. حاجه اسمها علوم. تمام. فلحد ما جه مدرس في تاني اعدادي هو اللي ابتدى يحببني في العلوم اكتر. فلما لقيت ان في شخص بيحاول ان هو يوصل لي معلومه علميه بطريقه مبسطه، فانا فكرت انا ليه بقى انا ما كملش المسيره اللي هو كان اللي زرعها جوايا. فاكر اسمه؟ مستر جوزيف. نشكر على الهوا المعلم. شكرا. المعلم جدا. تمام. كمل. فلما لقيت ان في فرصه ان انا اشارك في مشروع زي مشروع كابستون، ان هو ازاي بيغير فكرة الطلبة، بيوصل لهم معلومات علمية قيمة. فده كان بالنسبة لي كان حافز كبير جدا ان انا اخش ويبقى عندي الباشن او عندي الروح ان انا اقدر اادي في المشروع دوت
كتأدية، اللي هو انا مش مجرد بدور على حاجه وخلاص، لا انا ورايا هدف وعايز احققه، ان انا اوصل فكره العلوم زي ما انا ما كنت بكرهها، لا العلوم جميله. فهي دوت كان الهدف الاساسي ان انا بحاول اوصله من خلال تجربتي خلال كابستون. يعني محمد اول ما دخلت كابستون كان هدفك ان انت توصل فكره ان العلوم جميله لكل المشاركين او الطلبه اللي كانوا بيجوا. او انا يعني في زي مقوله بتاعت مهاتما غاندي مؤمن بيها جدا، اللي هو كون التغيير الذي تريد ان تراه في العالم. فلما لقيت الحاجه ديت انا عايز اغير في العالم فعلا حاجه، فلو بدات بنفسي وبدات ان انا اعمل ولو تاثير صغير على المستوى العالي، بعد كده هيبقى ممكن يعمل فعلا طفره في البحث العلمي على مستوى مصر كلها وعلى العالم كله. هو لو كل واحد بدا بالدايره بتاعته حتى لو كانت صغيره، انا النهارده بدات في دايرتي، استاذ مروان ابتدى في دايرته، محمد مدحت بدا في دايرته، محمد عزام بدا في دايرته، دكتوره ايات، وهكذا، هتلاقي الدوائر دي بتوسع وبتتقاطع. يعني دكتوره ايمان بسم الله ما شاء الله، يعني الاستاذ محمد مدحت يعني فكرني باستاذي وتاج راسي الاستاذ ايمن محمود، وهو استاذ يعني الاستاذ ده اكتر استاذ حبيته في حياتي كلها. بس انت قلت ايه؟ تمام، استاذي وتاج راسي. طبعا يعني اكتر استاذ حبيته، لا هو كان مدرس، كان مدرس علوم. تمام برضو؟ مدرس علوم، انا كنت بكره العلوم جدا، كنت بكره العلوم بصراحه، لكن الاستاذ ده ربنا يجازيه خير اولا على اللي عمله معايا ومع الطلبه كلها، وانا احب استاذ الى قلبي والى الطلبه كلها في المعهد الازهري. يعني شربني العلوم بالمعلقه، ماده العلوم شربها لي بالمعلقه. لا ده كان بيهزر، كان يعني طيب. الناس دي سابت اثر فعلا. معانا اتصال هاتفي، الاستاذ الدكتور مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله في نعمه والله، الحمد لله رب العالمين. نورنا دكتور مصطفى عبد الحكيم. بنوركم والله، انا مبسوط ان انا معاكم. واثرك واضح، انا شفته. ربنا يحفظك يا فندم. الله يحفظك. ربنا يخليك. مشروع كابستون، ايه راي حضرتك فيه؟ والله هو مشروع كابستون انا بعتبره من افضل المشاريع او الانشطه الطلابيه اللي اشتغلت فيها في حياتي. يعني انا بشتغل نشاط طلابي من وانا طالب، وبعد كده لما اتخرجت يعني وبدات اشتغل في كذا حاجه، كنت دايما مساهم في ايفنتات يكون فيها انشطه طلابيه. بس انا بعتبر كابستون بالنسبه لي هو افضل مشروع او افضل نشاط طلابي اشتغلته في حياتي، ان هو قايم على حاجه مهمه جدا وهي عنصر التنميه البشريه، ان انت بتنمي الانسان. وانا بعتبره هو فعلا التعريف الحقيقي لكلمه تو اد فاليو، يعني او تضيف قيمه للمجتمع اللي انت فيه. فبالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا، وانا فخور جدا ان انا كنت عنصر صغير جدا من نجاح المشروع ده فعلا. يعني دكتور مصطفى، دور حضرتك ايه في المشروع بتاع كابستون بالظبط؟ والله وانا دور كان قايم على ان انا بشتغل مع الطلبه. احنا طبعا هو حضرتك عارف ان المشروع بيبقى بنشتغل على الطلبه الصغيرين اللي هم طلبه المدارس، بس بنعمل زي حلقه في النص كده ما بيني وما بينهم، او يعني هي اللي بتتواصل معاهم برضه عشان ما يبقاش الموضوع معتمد بس على الدكاتره، لازم الطلبه نفسها تساهم. فانا كان دوري ان انا بتعامل في الاول وبحط الطلبه اللي هم الكبار، بديهم شويه سكيلز كده على ازاي يتعاملوا مع الاطفال، وازاي يقدروا ان هم يعني يعرضوا ليهم المعلومات، وازاي ان هم يكوميونيكيتوا معاهم كويس ويتواصلوا معاهم، ازاي ان هم يتحكموا في غضبهم، يعني شويه سكيلز كده مهمه للولاد عشان يقدروا يتعاملوا مع الاطفال بشكل مفيد. لان من ضمن المشاكل دايما اللي بتعمل جابس كتيره في التعليم ان يكون في حد يعني مش قادر يوصل المعلومه كويس او مش عارف يتعامل. ومهم جدا في السن بتاع الاطفال ده ان احنا نتعامل معاهم كويس، لان التعامل معاهم بيفرق كتير جدا. انا يعني اول ما دخلت المداخله كنت سامعكم بتتكلموا على حد بيشكر في استاذه، فهي دي النقطه ان طبعاً. احنا ممكن نتعلم كويس جدا ونحب العلم ونحب المعرفه كويس جدا بسبب الشخص القائم على التدريس. فانا كان دوري اساسا يعني هو ان انا اوصل للطلبه دول ان هم يقدروا يتعاملوا مع الاطفال ويحببوهم في ان هم يتعلموا وان هم ياخدوا معلومات وحاجات زي كده. وفي الاخر كان دوري طبعا على التحكيم بتاع
المشاريع بتاع الولاد الصغيرين في اخر بقى الجزء الاخير، يعني اللي هو احكم بقى المشاريع بتاعت الطلبه، وكانت حاجات يعني فعلا تدعو للفخر يعني، مش للولاد بس ولاسرهم وللمجتمع كله يعني. تمام. احب اضيف جزء بس خاص دكتور مصطفى، مش مجرد ادى الولاد مهارات او سكيلز، لا هو عمل تاثير في حياه كل اللي سمع منه اي كلمه، حتى ما اولياء شاء الله. الامور اللي كان بيدي كلمه في البدايه او في الختام خاص بمشروع كابستون، كلامه فضل عالق في ذهن اولياء الامور، ولحد دلوقتي مش طلبه بس لا، واولياء الامور كمان اتاثروا بكلامه، يعني قدوه طيبه جدا، ساب اثر ايجابي، ناس كتير جدا تتمنى في يوم من الايام ان هي تبقى زيه، جزاه الله خيرا عن كل كلمه، وكان بيبذل مجهود معانا في ظروف صعبه، جزاه الله خيرا فعلا، وعمل حضرتك مستمر ان شاء الله باذن الله عند الله بقى. ربنا يخليك يا دكتوره، والله حضرتك يعني المشروع ده كله في ميزان حسنات حضرتك، لان جزاك الله. حضرتك بتبذلي مجهود عظيم فيه واقل الامكانيات فعلا، فيعني ده والله اشكرك يعني على الكلمات اللي قلتيها، بس حضرتك فعلا يعني تستحق وسام من درجه رفيعه يعني على المجهود اللي بذلتيه للولاد والمشروع ده كله عشان ينجح يعني. ربنا يبارك في حضرتك دكتور مصطفى على دورك الإنساني التربوي في عمل حلقة وصل ما بين حضرتك فكريا وما بين الشباب اللي هيقدروا يوصلوا للأطفال بعد كده إحنا عايزين نعمل إيه علميا، ودور حضرتك الإشرافي على المشاريع العلمية اللي تم تقديمها من خلال مجموعات عمل من الأطفال لا تتعدى 10-11 سنة، بنبدأ من 5-6 سنين تقريبا، من 9 كمان، بس في 6 السنة دي هنقبل 6 أطفال لحد 10-11 سنة، يعني حاجة تدعو إلى الفخر. طبعا طبعا الفخر، لان كمان الولاد بيعملوا يعني السنه دي يوم مناقشه المشاريع، الولاد مش بيفكروا يحلوا مشكله في المدرسه عنده او في البيت او في المنطقه، بيفكر في المشكله اللي بتواجه العالم، يعني كانوا بيتكلموا في معالجه النفايات البلاستيكيه، ودي من اكبر المشاكل اللي بتواجه يعني كوكب الارض، مش بتواجه بقى مصر ولا حد ولا منطقه صغيره، دي بتواجه العالم كله، فلما طفل يكون بيتكلم في 6-7-8 سنين وبيفكر يحل ازمه بتواجه العالم، يعني تكون دي دماغه في السن ده، فحضرتك توقعي منه بقى دماغه بقى لما يوصل 18 و20 سنه ويتخرج ويخش مناصب تطوعي، دماغه دي هتبقى عامله ازاي لو احنا عممنا المشروع ده وبقى حاجه منتشره في كل ارجاء مصر، هيطلع فعلا هيغير وجه يعني العالم مشرفه. بالظبط والله، يعني دي حقيقة. كان كنت مبسوط يعني، حتى انا كنت بقول للولاد من كتر ما يلا اتصور معاكم سيلفي وكده يعني عشان اشجعهم، بس كنت مبسوط جديا يعني بالمجهود اللي الولاد عاملينه وكده. توسيع مدارك، اطلع بره العالم الافتراضي بتاع الفيسبوك والتشات والواتساب والتشات والصور السيلفي اللي هي ما بين الاطفال وبعضها، ومش عارفه دي بتبعت لدي اغنيه، والتيك توك اللي انا مش فاهمه لحد النهارده. حاجه صعبه جدا يعني. هو دكتور مصطفى هو ده اللي احنا محتاجينه في مصر الان، ان احنا نوسع مدارك الشعب المصري كله لا سيما الاطفال، فاحنا يعني طبعا يعني جزاك الله خيرا، ودكتوره ايات جزاها الله خيرا على الفكره اللي طرأت واللي انشاتها الدكتوره ايات، في يعني طورت يعني ان شاء الله هتقدر تطور المنظومه التعليميه في مصر. بنشكر حضرتك استاذ دكتور مصطفى عبد الحكيم، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. الدكتور ايات والدكتور مصطفى بيتكلم، لمحت في عين حضرتك بعض الدموع، لما دكتور مصطفى تعب معانا جدا، كان بيشتغل في الظروف قاسيه في مكان غير مكيف في درجه حراره عاليه جدا، وكان عنده قدره على العطاء غير طبيعيه، بذل معانا مجهود، وكمان الانجاز اللي عمله بسبب تأثيره في الشباب اللي اتعامل مع الطلبة كان باين أثره في أن الولاد كانوا أنجزوا، وكانوا كمان العلاقة الطيبة بين شباب الجامعة وبين الطلبة الصغيرين بمعنى أصح كان مجتمع سوي، مجتمع جميل جدا، بنسميها مدينة فاضلة، يعني كابستون بالنسبة لنا حياة، حتى مسميين الأفراد اللي بيشتغلوا كابستونيان، ما شاء الله، كأننا جنسية تانية، كأننا دولة، يعني من كتر ما بناخد القيمة الطيبة من الأساتذة الدكاترة المشرفين، بس أنا أحب أقول كان معانا إشراف أكاديمي منسق كلية العلوم دكتورة شيرين عبد السلام، وكان معانا دكتورة زهرة، دكتورة زهرة خليفة، مدرس الطب الشرعي في كلية الطب جامعة اسكندرية،
وكانوا مشرفين على المادة العلمية قبل إعطائها للأطفال بحيث أن نتأكد من الدقة العلمية الخاصة بالمحتوى. ما شاء الله. هو عشان الناس برضو تبقى أوير، أنا كنت امبارح وأنا بعلن عن الحلقة كتبت في البوست إحنا أولادنا أطفالنا مش ولادنا عشان دول كبار، ممكن في ترم واحد أو في الثلاث شهور بتوع الصيف هيدخلوا كلية علوم، هيدخلوا كلية طب. شهور بس؟ ما هو النشاط صيفي. لا هو احنا عندنا السيستم عزام يقدر يوضحه وبنبتدي نفتح المجال من طيب شهر. ما انا يعني هرجع للاستاذ محمد عزام، يعني في فكره المشروع اتكلمت على الدكتور اياد، والاستاذ محمد مدحت وضح انه ما كانش بيحب العلوم وبعد كده ربنا كرمه وحب العلوم في الكابستون. ما بيحبوش العلوم في حضرتك وحضرتك. لا بس انا الحمد لله يعني شرفت ولكن العلوم. المعلم غير بالفعل، يعني والدي رحمه الله دايما كان بيقول لي كلمه، حب الاستاذ تحب الماده، تكره الاستاذ تكره الماده. لا يعني المعلم هو القادر طبعًا على ان يخلي الطالب يحب او ما يحب. بالظبط، ما لو حبيته هو الاستاذ نفسه، لو هو اللي يقدر يخليك يحببه فيك وهو اللي يقدر يكرهه فيك. استاذ محمد عزام، فكره مشروع كابستون وصلتك ازاي؟ هي فكره عموما اي حاجه في العمل التطوعي هي بالذات كابستون هو حاجة مدينة زي مدينة فاضلة زي ما دكتور قيت قالت، يعني بتبين الجانب الإنساني من كل بني آدم فينا. يعني إحنا بنشتغل من شهر واحد، كل واحد فينا ممكن يتغير من شخصية أجريسيف جدا، من شخصية حادة، نعرب من فضلك تمام، من شخصية حادة، من واحد ما بيعرفش يتعامل مع الناس، من واحد ما عندوش أصلا مهارات التواصل مع الأطفال مع الناس الكبيرة، ممكن يغير من نفسه، ممكن ينزل كل يوم. احنا كنا في الاجازه بننزل مثلا من الصبح نرجع الساعه 7 و8 بالليل، مش بس الطلبه بتاعه الجامعه، لا دكاتره كبيره زي دكتور مصطفى، يعني هي كلمه خدتها منه، هو اللي هو ستغدو رفاتا ويبقى الاثر، يعني هو ستغدو رفاتا ويبقى الاثر. ما شاء الله كلمه جميله جدا. يعني هو انت بتعمل بس لا بيبقى الاثر بحاجه بتطلع نتيجتها بعد تعب كبير. تمام. من عمل تطوعي لا هو انت مش بتتعب بس، لا انت بتستفاد، لا في جانب انساني كده بيطلع بيبقى جميل جدا. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هو العطاء بيدي سعاده طبعا، وكونك ان انت حاسس ان انت فارق وفعال في حياه الاخرين ده بيدي ثقه بالنفس. اكيد مظبوط، يعني في كل الاحوال انت كسبان. مظبوط. محمد تصوري لدورك، عايزه اعرف ايه دورك بالظبط. طيب هو انا كنت معايا نور طاهر. عرض المايك من فضلك. طيب انا ونور طاهر كنا من كليه الطب، هي طالبه في كليه الطب، كنا الاثنين مسؤولين عن اللجنة الأكاديمية، فكنا مسؤولين عن أكتر من حاجة. أول حاجة إن إحنا إزاي نوصل أو ندرب الستاف اللي موجودين معانا إن هم يقدروا يوصلوا المعلومات للطلبة الصغيرين. فدي ده كده كان يعتبر أول جزء. كابستون معانا إن شاء الله هتنزل على الهواء، اتفضل كمل. تمام. فهو دوت كان أول جزء. تمام. دوت كان أول جزء. الجزء الثاني كان إن إحنا إزاي نوفر لهم ورش عمل. ازاي نوفر لهم ورش عمل تكون تفاعليه اكتر معاهم، ان هم يشتغلوا بايديهم يشوفوا الحاجه ديت بعينيهم. ده كده مشرف علمي. ما هو ده بجانب حاجات لسه في حاجات تانية. هاخد واحده. تمام. انت كده مشرف علمي. ده مرتبط بالماده العلميه. تمام. ودوت كان برده كان تحت اشراف دكتور زهراء خليفه من كليه الطب ودكتوره شيرين من كليه علوم، فاللي هو احنا كان لازم ان احنا نتاكد من الحاجه. صور كابستون يا جماعه. فكان لازم طلبة ان احنا كابستون ما شاء الله تيم ورك جميل جدا والله. تمام. فكان لازم ان احنا نتاكد ان الماده العلميه اللي هتوصل لهم صح، مش دوت بس اللي كان مهم بالنسبه لنا، ان هو يوصل بطريقه ممتعه ليهم وهم يستفيدوا. في ورش العمل اللي تم تنفيذها تحت فريق اللجنه الاكاديميه، ورش العمل كانت مميزه ممتعه، بتوصل الماده العلميه، بتحث على مهارات التفكير الابداعي، كانت ورش عمل مميزه. وكان ده اكتر ميزه في كابستون ان السيشنز بتاعتنا كانت صغيره. كانت مدتها من 10 ل 15 دقيقه، وبعديها بنقعد 45 دقيقه ورشه عمل، يطبقوا الحاجه اللي هم استفادوها من خلال الشرح بتاع السيشن دوت. اديني مثلا، يعني انا عايزه الناس تفهم، انت بتتكلم مع واحده اكاديميه فهتفهمك، لكن انا عايزه كل الناس تفهم ايه اللي بيتم في المطبخ. تمام. طيب زي ماشي، احنا مثلا كان في من ضمن السيشنز ازاي لو حد طعن مثلا او اخد حاجه طلقه او رصاصه، شكل الدم بيطلع بشكل معين، فاحنا بقى ابتدينا عرفناهم الحاجه دي بتتعمل ازاي، بعدين ابتدينا نوري لهم
اشكال متفرقه. عرفتهم ايه بيتعمل ازاي؟ يعني ازاي لا انا مش دوت اكيد طبعا. قتلتولنا حتى. لا كان في جزء توعوي جامد جدا، بالذات ان احنا بنتكلم في موضوع حرج اللي هو موضوع الطب الشرعي، فاحنا اخدين جانب الطب الشرعي من ناحيه الوقايه والادراك للحاله نفسها، لكن ما كانتش ليها علاقه بالجريمه بشكل مباشر. بمعنى كان في ورش عمل مميزه جدا اتعملت خاصه بتزييف النقود ورفع البصمات، لما كنا بنخلي الولاد كانوا بيدوروا على مين اللي اخذ الشوكليت بتاعتهم مثلا من الثلاجه، فكان في ورش عمل متنوعه. فهي الهدف منها الصغيره دول عايزين نخليهم يقولوا حاجه، هو الهدف من الورش اللي كانت بتتعمل مش بالذات في الطب الشرعي، لان الجزء ده حرج جدا، ما كانش حبهم للجريمه او تعلمهم للجريمه، لا كان الهدف منها الوقايه وكيفيه تحليل واستخدام مهارات التفكير، استخدام مهارات التفكير لحل لغز. يعني مثلا هو اتكلم في جزء الدم ده يعتمد في الناحيه الفيزيائيه على اندفاعه لو من شريان او مش من شريان، فشكل الدم اللي بيتم قطع فيه شريان بيبقى مختلف عن باشكال مختلفه. طيب حسب المكان. طيب انا بناقش طبيا. معانا اتصال هاتفي. الاستاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. ازاي الحال يا استاذ احمد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله. الله يكرمك يا استاذ احمد، تفضل. الله يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتكم. والله يا اشهد والله ان هذا البرنامج افضل من البرامج على قناه الصحه والجمال. جزاكم الله خيرا يا استاذ احمد، جزاكم الله خيرا. ربنا يجعله في ميزان حسنات المتطوعين اللي مع حضراتكم يعني. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا استاذ احمد، شهاده يعني ووسام يوضع على الصدر. جزاكم الله خيرا استاذ احمد. شكرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. الكلمه كانت مع حضرتك. الاول بس انا يعني عايز اسال حضرتك سؤال. هرجع لك انا دلوقتي عندي ابني او بنتي عايز ادخلهم كابستون. المعيار الوحيد لقبول الطلبه في الكابستون الرغبه والشغف للتعلم، مش لازم يكون عنده اي مهارات. احنا يومنا طويل بيبتدي ممكن من 9:30 صباحا للساعه 3 مرتين في الاسبوع، فطبعا عشان طالب يستحمل معانا من 9 لـ3 او من 9 لـ2 لازم يكون حابب الماده العلميه، بس احنا مش بنقدم ماده علميه بس، عشان كده احنا بنخلي ورش العمل فتره طويله وبنقلل الماده العلميه ونخلي التطبيقات واللعب، حتى بنعمل سكتشز وبنعمل تمثيليات وبنعمل مواقف فكاهيه. فعلا التعليم بطريقه المحاكاه بيبقى له يعني أكيد. مفعول السحر. بسم الله ما شاء الله. يعني انا برضو دارس تربوي، يعني التعليم بطريقه المحاكاه يعني بيوصل المعلومه بطريقه رهيبه جدا ما شاء الله. انا احب اضيف حاجه بس. اللجنه الاكاديميه السنه دي وشغلها مع الولاد وتعليمهم مهارات البحث العلمي والمواد العلميه اللي تم اخذها للولاد ابهرت الجميع. تمام. عندنا طلبه كتير جدا بعد التدريب اللي عملوا جزء خاص مدحت ونور من كليه الطب، عندنا كميه طلبه فازوا بمراكز في مسابقات محليه وحاليا متصاعدين جامعه اسكندريه. والولاد دول لا ولادنا اللي هم طلبه المدارس. طلبه المدارس. الولاد دول ما كانش عندهم خلفيه علميه اصلا ان هم يدخلوا مسابقه، لكن بسبب الحاجات اللي اتخذت وزياده الوعي العلمي عندهم حتى حياتهم اتغيرت. بدل ما كان البحث في الفيسبوك والواتساب شات وحاجات التيك توك، الاستخدام التكنولوجي مش عارفه يعني هقول لحضرتك. مدحت مثلا كان ادالهم مهارات البحث العلمي وعلمهم ازاي يستخدموا الابلكيشنز او التطبيقات على البلاي ستور، بحيث شكل كلنا عارفين انه بينزل عليه جيمز، لكن ان هو يعلمهم ينزلوا برنامج خاص بالابحاث وان يعني وان التكنولوجيا فيها ما يفيد غير ما هو متاح بالزبط. بحيث ان هو يتعلم على ان جوانب التكنولوجيا في حد ذاتها هتبقى مبهره. مدحت انت قلت لي ان انت بتحضر نقطه معينه بتبتدي تدي فيها محاضره، مظبوط كده؟ زي مثلا موضوع التزييف بتاع العملات المزيفه، تمام كده، وبتبتدي محاضره وبعديها الولاد بيبتدوا يعني نوع من التطبيق اللي انت قلته، صح كده؟ تمام مظبوط. تمام. بتشرف على الولاد، فهمني كده، انا قلت لك انا عايز ادخل المطبخ بتاعكم. طيب ماشي. هو الاشراف مبدئيا يعني لازم زي ما قلت لحضرتك لازم يكون المعلومه تكون واصله لهم بطريقه مظبوطه، فدوت كان مسؤول عنه بنسبه كبيره طبعا دكتور زهراء، ما اقدرش انكر فضلها ابدا. اشراف الماده العلميه. ايوه. للاساتذه الدكاتره. بالظبط. دورك. انا دوري ان انا كنت اشوف بقى ازاي الطريقه بطريقه يعني بسيطه او نحاول نبسط العلم دوت للاطفال، فكنت بقعد مثلا مع الاستاف اللي موجود نشوف ازاي الفكره ديت ممكن نوصلها بطريقه معينه ان هم يطلعوا يشرحوها للاطفال الصغيرين يتفاعلوا معاهم. يعني مثلا كنا بنتكلم في سيشن من السيشنات
ازاي بنستخدم الحشرات في علم الجريمه. فبنت ازاي بتستخدم الحشرات في علم الجريمه؟ في علم الجريمه دخلت في الجانب القانوني كمان كده بسم الله ما شاء الله يعني. فبنت علشان توصل لهم الفكره ديت لبست لهم فعلا الانتنة اللي هي تبقى بتاعت الحشره والجناحات بتاعتها علشان توصل لهم الفكره ديت. فاللي هو احنا بسطنا الموضوع بقينا يعني بنحاول بقدر الامكان نبسط الموضوع ان الطفل دوت يفهمه، وفي نفس الوقت بنهتم بالجانب الاخلاقي بتاعه اللي هو من يعني نحاول نبعده ما نصورلوش ان الجريمه ديت حاجه كويسه، ان هو لما هيعرف التفاصيل ديت فهو ممكن يعمل جريمه. لا، احنا بقينا بنوجهه ان الحاجه ديت احنا بنستخدمها علشان نحل حاجات مضره بمجتمعنا، فاحنا كده بنربي. بالظبط بالظبط. محمد عزام حاجه جميله جدا. طيب، هو احنا يعني عموما المشروع هو عامل زي شركه، احنا بنتقسم بيبقى في مدير وفي نائب مدير وفي بقى رؤساء لجان زي مدحت كده. احنا يعني هو انا ما كنتش بادئ من الاول نائب مدير، هو احنا كان معايا عبد الرحمن ناجي مدير المشروع وانا وفي منى حسين كنا نواب لي وكان في رؤساء لجان، بس كان في واحد كون التيم ده. بس محمد مدحت يعني هسيب حضرتك تكمل يعني تجربتك، بس هاخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعيه انقاذ حياه طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل. كنت مع الاستاذ محمد مدحت وبيتكلم محمد عزام وبيتكلم عن دوره في المشروع. طيب تمام. هو احنا بتتقسم زي ما قلت ان احنا بنتقسم زي الشركه او اي كيان مؤسسي. تمام. احنا بيبقى متقسمه ازاي؟ ان احنا بيبقى فيه في الاول المفروض ان بيبقى فيه بيفتح باب هيكل تنظيم بيتحط مع المؤسس دكتور ايات، بيتحط مع المشرفين وبيتظبط مع مدير المشروع سعيد. هو اللي كون المشروع ما كانش انا وعبد الرحمن، هو انا عايز انسب الفضل بس هو الواحد اسمه محمد صبحي، يعني ما كانش قادر يكمل معانا لظروف بعد كده. هو اللي كان مكون هو اللي كون الهيكل الاولاني لينا. احنا بعد كده بنتكون، وبعد كده بيبقى فيه بقى لجان. عندنا في لجنه تنظيميه، لجنه الاكاديميه، في اللجنه بتاع في اللجنه الخاصه بالايفالويشن والاتش ار. بس بقى واحده كده اشرح. لا تمام. يعني في اللجنه التنظيميه عشان بس تمام. انا عايزه اوصل للناس ان الموضوع مرتب تمام، وان الموضوع مش عشوائي، وانا عشان انجح لازم اعمل 1 2 3 في حياتي ايا كان. بالظبط. قول لي بقى كده التيم او مجموعه العمل، مفيش حد بينجح لوحده، في مجموعه عمل. مجموعه العمل التنظيميه دي مسؤوله عن ايه؟ طيب هي التنظيميه هي المسؤوله ان احنا اي حاجه بننزل فيها هم المسؤولين عن هندله اليوم. ان انا مش هينفع، لان انا بتعامل مع اطفال جماعه، التارجت بتاعي او اللي انا بهدف له يدخلوا في حيز المشروع ده الاطفال من 6-7 سنين لحد 12-13 سنه. طب والليفل اللي بعده، المرحله اللي بعدها، هم كوادر، هم اللي بينظموا يعني، وهم اللي بيلقوا الماده العلميه، وهم المشرفين. تمام. يبقى ده التنظيم. التنظيم الجزء الاكاديمي، الجزء الاكاديمي الخاص بتحضير المشروع اللي بيحضره من شهر 1 لغايه شهر 7. ان انا لازم ان انا ممكن يكون داخل عندي طالب اصلا عايز ينضم معايا وعايز يشرح المحتوى، هو اصلا ما يعرفش حاجه عن المحتوى، لازم أهله. فهو لازم اهله، لازم ياخد التدريب، لازم اصلا ازاي اعرف اشرح لفئه عمر من سن 10 لسن 17. فازاي ان انا كمان في فرايتي، في اختلاف في السن، وفي ناس مثلا صغيره وفي ناس كبيره، في ناس ممكن تقبل المحتوى بشكل معين وفي ناس لا، فانا لازم اجمع ما بين الحاجتين دول. تمام. ده كده الجزء الاكاديمي. تمام. عندنا بقى جزء الايفالويشن او اللي هو الاتش ار، التقييم. هو في الاول انا اللي بختار، انا اللي بعمل انترفيوز او المقابله للاطفال. بيقدم عندنا عدد واحنا عايزين عدد معين، بحدد الفئه العمريه، بحدد كمان العدد، وبعمل على اساسها الصفات الناس اللي هتبقى موجوده عندي. تمام. بتدور على ايه في الطفل اللي داخل يعمل انترفيو؟ انا عايزه احط بس ما بين قوسين، انتوا عارفين الاتموسفير او البيئه اللي احنا بنحط فيها الطفل. طفل داخل يعمل انترفيو، سيبكم الانترفيو بتاع 3-4 سنين اللي بيتم في المدارس وعلى اساسه بنقبل الطفل. انا بتكلم على طفل واعي 6-7 سنين لحد 12 سنه، داخل على مشروع علمي، وداخل عارف ان هو ايه القائه وطريقه كلامه وادائه هيقولوا انا هبقى مقبول او لا. انت بتدور على ايه في الطفل؟ اهم حاجه ان هو يكون عايز يتعلم. يعني انا ممكن اكون واحد داخل بس انا مش بحب العلوم مثلا. تمام. او انا ما عنديش القدره ان انا مثلا هبقى قاعد 4-5 ساعات هتعلم. تعرف ازاي يا محمد؟ بيبان بقى من طريقه اسئله، من حاجات اللي هو انا لا، ما هو زي ما انا عايزه انور الناس. كان عندنا مثلا ان هو ان انا ممكن اقعده كده في بالاوريجامي اشكال بتتكون بيها اشكال زي البازل كده، بازل ان هو يلعب على الابداع اصلا. بالعربي مكعبات. بالظبط. امال ايه هي؟ عشان بس الناس كلها تبقى فاهمه، مثلثات كده، مثلثات ومربعات واشكال كتير، بديها له ممكن يقعد فيها ربع ساعه يكون شكل. انا بقول له عايز اكون شكل معين، فدي بيبان هو اصلا عنده اللي هو الخلق ان هو يشتغل ولا لا اصلا. غضبه اللي هو انا مثلا هقعد هشتغل مدى صبره. ايوه، انه يتحمل معانا. ان هو ممكن اصلا يسيبني وما يكملش، ممكن يقول لي انت ايه اللي بتعمله. بالظبط. يعني هو الطلبه الاطفال بيبقى ليها طريقه استماع ما شاء الله، يعني جميله جدا. يعني تعليم الطفل يعني على الصبر دي حاجه جميله جدا من البدايه، وان هو كيفيه التلقي وكيفيه العمل دي حاجه رائعه ما شاء الله. هو البحث العلمي عندنا في العموم يعني محمد، وده هو بالنسبه للبحث العلمي كمان يا دكتوره، ده يعني تاهيله لكيفيه البحث، لان ما فيش حد عنده طاقه انه يبحث. محمد قال ايه؟ محمد قال انا بقعد من شهر 1 لشهر 7 بحط 1-2 بوينتس كده او نقاط بحثيه. انا النهارده لو عندي رساله ماجستير او دكتوراه بحط نقطه بحثيه، والطالب بيفضل يشتغل حواليها من غير ما يحط ايده في العملي حتى. تمام. يقرا بس 6-7 شهور. عملنا حاجه اضافه السنه اللي فاتت كمان، ان احنا ما اكتفيناش بمهارات البحث، طورنا لو فكره المشروع دي قابله ان هو يسوقها
ويبقى في جزء خاص بزنس. بريادة الأعمال، لأن حاليا المشروعات الصغيرة والأفكار يعني دلوقتي احنا بنسوق افكار. انا بس عايز اسال حضرتك عشان الوقت بيجري بينا جدا يعني. طيب. فاضل دقائق بسيطه، حوالي 6 دقائق. عايز اسال حضرتك الشراكات مع كابستون، او انت بتخضعي لايه كمؤسسه كابستون؟ هي مش مؤسسه كابستون، هو مشروع كابستون. تمام. تابع للمراكز الاستكشافيه اللي تابعه لديوان وزاره التربيه والتعليم. دي حاجه حكوميه في اسكندريه؟ دي حكومه بس طبعا. تمام. بما اننا يعني عمل بنتكلم في نواحي علميه، فاحنا من حقنا ان احنا نستفيد من خدمات المجتمع في كل جامعه، لان كل جامعه بيبقى فيه جزء خاص بخدمه المجتمع والبيئه، وهو ده اللي ميسر لنا ان هم بيتعاملوا معانا كمراكز استكشافيه وكطلبه حابين يتعلموا في الجزء الخاضع لخدمه المجتمع وشؤون البيئه. فمن مدخل ده بيتم استخدام المدرجات او المعامل او الاشراف الاكاديمي، وده غالبا بيبقى تطوع من الدكاتره، وده بياخد من وقتهم كتير يعني اصلا. طيب انا حابه اوري الناس الفئه العمريه اللي بيتم العمل معاها. تمام. تسنيم اللي هي الفئه المستهدفه. جودي من ورا الكاميرا كده، مش عايزه لخبطه. هو حد يلمس الكاميرا. يلا يا سما اتفضلي. هنا يا جودي، جنب هنا. محمد ومحمد مدحت ومحمد عزام. تمام. يلا يا بنات، انا حابه بس الكاميرا تسلط الضوء على البنات. تسنيم دورك في عجاله كده، على فكره دول ضيوفنا الحلقه الجايه، لان الوقت ما كفاش ان شاء الله باذن الله نفرد لهم حلقه مخصصه. دورك تسنيم، بقالك كام سنه في كابستون؟ انا دي تاني سنه. اول سنه كنتي؟ كنت بارتيسيبنت، كنت طالبه. تاني سنه كنت بقيت في الستاف. ما شاء الله. الستاف اللي هي مشرفه زيها زي دور محسن تحت محمد. في السن ده. في اصغر كمان، في ثالثه اعدادي. في السن ده تسنيم يعني طفل قائد كمان. تسنيم يعني عصام، انت في سنه كام يا تسنيم؟ انا اولى ثانوي السنه دي. اولى ثانوي. جودي؟ انا السنه دي كنت بارتيسيبنت في كابستون. سنه كام الاول؟ جريد 6. سنه 6. تمام. انت السنه دي كنتي بارتيسيبنت مشارك طالبه، وعملتي ايه في الاخر؟ ساينس فير، كان في بروجكتس وحاجات. مشروع عملتي علمي. مشروع ايه؟ دورت حواليه وبحثت حواليه. دول ضيوفنا المره الجايه هم اللي هيتكلموا على فكره. سما سنه كام؟ سته ابتدائي. المشروع بتاعي بتاع ساينس فير كان بيتكلم عن الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري. وليكي مشروع تاني عن كان في مسابقه اسمها الابداع الطموح، ودي كانت مسابقه على اداره وسط في اسكندريه، وانا جبت فيها مركز اول لما قدمت مشروع اسمه بيتكلم عن الجلوبال وورمنج. الاحتباس الحراري ده مشروع. الاحتباس الحراري ده في المسابقه. ثانيه بقى، انت كنت شغلاها في كابستون؟ عملت عن الطاقه الشمسيه. زي ما انتوا كده، دول ضيوفنا بامر الله المره الجايه. انتوا متخيلين اطفال بيشتغل؟ انا مش متخيل ان في اطفال زي دي بتعمل ابحاث. احنا عددنا يعني 220 طالب جامعه. بسم الله ما شاء الله. 180 190 طالب مدارس. والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله في جديد. واطفال جمعيه انقاذ حياه الطفل معاكي السنه الجايه ان شاء الله. طبعا كل الاطفال اللي عندنا اولاد الحالات، اطفال الحالات عندي كلها بامر الله هتبقى معاكي السنه الجايه بامر. احنا الصيف الجاي احنا عايزين نلتقي. عايزه اوجه شكر نهائي كليه العلوم جامعه اسكندريه ما شاء الله دكتور اماني، وكليه الطب جامعة اسكندرية. الناس دول اللي ساعدونا، فتحوا لنا المدرجات والمعامل وقاعات المؤتمرات، وكان دعم كامل. والشكر بقى كامل لتيم وفريق كابستون، لولا العمل الجماعي اللي كل واحد فيه كان يعني بيقدم افضل ما عنده ما كناش وصلنا للنجاح ده، ليس فرد ولكن فعلا جماعة كاملة. يعني اللي احنا بنشوفه على الشاشة دول طلبة البحث العلمي سنة 6 ابتدائي وسنة اولى ثانوي. المشرف عليهم تدريب الاطفال في السن البحث العلمي. انجاز يعني انا قدام انجاز. الناس بتغلب يعني بصراحه الكبار بيغلبوا في البحث العلمي. انتوا وصلتوا ان انتوا تدربوا الاطفال على البحث العلمي، ويبقى اسلوب حياه. وخلي بالك انا النهارده عندي طلبه بحث علمي، وعندي المشرفين عليهم طلبه جامعه محمد ومحمد وزمايلهم 220. فاحنا بنتكلم في يعني مفيش الجاب الزمنيه، يعني الولاد قريبين كلهم من بعض، فده بيزود فكره التفاهم وفكره ان هم عندهم القدره ازاي. ما هو عشان كده دول بيوصلوا المعلومه دول بكل سهوله. فكره الشغل على الارض، سولار سيلز او الخلايا الشمسيه، دي حاجات كلها ابلايد في حياتنا. افضل حاجه كمان الميزه الشخصيه والاجتماعيه ليهم بعد المشروع، ان كل واحد فيهم بيظهر احسن ما عنده عشان يكون قدوه للشباب الصغير يتعلموا منه. فحتى السلوكيات والتصرفات والاداء بيرتفع بعد كابستون الحمد لله.
والله يا جماعة العمل التطوعي ارتقاء النهاردة طبعا. ممكن يكون ملوش مقابل. محمد عزام ومحمد مدحت والشباب اللي أنا أقول شباب بصراحة اللي أنا شايفاهم النهاردة شغالين لله، شغالين في عمل تطوعي ممكن يكون أكبر يعني من المكافآت بتاعت ربنا بعد البركة وجودهم في حلقة زي دي، تسليط الضوء عليهم. إحنا بنفتخر بيهم في سن صغير زي ده، وعندي إنجاز، عندي في السي في أنا 1 2 3 4 أطفال في ابتدائي وليهم سي في. إحنا بنقعد سنين قد إيه عشان أملى السي في بتاعي بواحد 2 3. وفي جزء خاص بالمنح إحنا بنؤهلهم زي يقدروا يحصلوا على منحة من استخدام المهارات دي، بحيث انه يبقى عنده سي في قوي، بياخد شهاده من الجامعه، بياخد شهاده حضور، وبياخد شهاده انجاز بفوز مشروعه كمان. فحاجات دي كلها موفقه. انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني دكتوره قالت حضرتك المشروع كابستون مختص بس بجامعه اسكندريه ولا ممكن ينفع تطبيقه؟ هو في خبر حلو، احنا كمراكز استكشافيه عندنا 54 مركز على مستوى 28 محافظه في مصر، فان شاء الله السنه الجايه باذن الله هيتعمم على مستوى مصر بالكامل ان شاء الله. الله المستعان. دكتوره ايات، في عجاله سريعه، كابستون 2030 مجتمع افضل، تفكير افضل، رياده اعمال، والله المستعان. الله المستعان. مشاهدي الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر الاستاذ دكتور ايات احمد، محاضر بحث علمي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، شرفتينا ونورتينا النهارده. جزاكم الله خير. الأستاذ محمد مدحت رئيس اللجنة الأكاديمية بمشروع كابستون، شرفت ونورت النهاردة خالص. الأستاذ محمد عزام نائب مشروع كابستون. الأستاذة سما وائل، الأستاذة جودي إيهاب، الأستاذة تسنيم عصام. تمام. ضيوفنا الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.